أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول في سؤال له: هل يجوز لرجل موكل على شراء إبل أو غيرها من قبل تاجر أن يشترط على البائع مبلغا معينا فوق المبلغ المحدود من قبل الوكيل وهو المشتري بدون علمه، علما أنه يأخذ سعيا مقابل أتعابه؟ لا يجوز له إلا السمسرة، إلا السعي اللي يسمى السعي، هذا الذي يجوز له وهو الذي جرى به العرف. وإذا شرط هذا والتزم الطرف الثاني بذلك، المسلمون على شروطهم، لكن لا يأخذ شيء إلا السعي وهو السمسرة، ولا يأخذ إلا إذا استأذن من صاحب الحق أو شرطه عليه. نعم.